مرحبا بحضراتكم مجددا. المحافظة على النيل وحماية مجرى النهر من التعديات تصدر أجندة اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري. الرئيس استهل اللقاء بتوقيع وثيقة النيل إذانا بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي، والتي تهدف لزيادة وعي المواطنين وحثهم على حماية النهر من التعديات ومن التلوث. كما عرض وزير الري تفاصيل الاتفاق الثلاثي في أديس أبابا لاختيار مكتبين استشاريين دوليين لدراسة الآثار الناجمة عن إنشاء سد النهضة. وقد أوضح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس بحث أيضا محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجاتها المائية مستقبلا. كما عرض الوزير المشروعات التي تنفذها الوزارة مع دول حوض النيل لاستقطاب الفواقد وبناء سدود للحفاظ على مياه الأمطار ومقاومة الحشائش وتطوير وإقامة المزارع السمكية. كما عرض الوزير جهود الحد من مخاطر السيول وتشمل بناء السدود وتطهير المخرات، حيث شدد الرئيس على الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا معنا هاتفيا الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري. سيادة الوزير مرحبا بك. أهلا فندم. مرحبا بك. عدة ملفات تناولها اللقاء اليوم، بينها ملف سد النهضة والتعاون بين دول حوض النيل. ما هي أهم التوجيهات التي قدمها السيد الرئيس في هذا الصدد؟ طبعا بالنسبة لملف سد النهضة، تم إطلاع السيد الرئيس على نتائج الاجتماعات اللي تمت يعني في أديس أبابا الأسبوع الماضي، وخاصة باختيار مكتبين استشاريين هما الرئيسي والآخر المساعد. وكانت طبعا يعني الاجتماعات تمت في جو ايجابي، وتم اطلاع السيد الرئيس ان فعلا يعني اول اختبار للدول الثلاثه بعد توقيع اتفاق الخرطوم، فالحمد لله نجحت الدول في التغلب على اول امتحان واجتازته باختيار المكتبين الاستشاريين. ده بالنسبه طبعا كان السيد الرئيس مهتم ايضا بتوقيتات والجدول الزمني لهذه الاعمال. واحنا طبعا يعني من المتوقع في خلال اسبوعين تتصل الموافقات المكتبين ويبدا اجراءات التعاقد في مايو ان شاء الله القادم. ان شاء الله. بالنسبه للموضوع الاخر اللي هو التعاون مع دول حوض النيل، حقيقه برضه تم اطلاع السيد الرئيس على جهود الوزاره مع كافه دول النيل العشره لنا في وزاره الري مشروعات في هذه الدول جميعا. تم عرض ما تم انجازه والمشروعات المستقبليه في كل هذه الدول، وكان طبعا التوجيهات ان احنا زياده المشروعات التنمويه في هذه الدول حتى يعني نؤكد عوده مصر الى جميع دول حوض النيل بقوه، وهدفنا هو نشر اعمال التنميه ومصر دائما مع رفع مستوى المعيشه في هذه الدول. وطبعا مشروعات استقطاب الفواقد اللي هي تبدا من بحيره فيكتوريا في اوغندا حيث الاطماع والحشائش، فمشروعات الوزاره اللي بنقوم بيها حاليا في ازاله هذه الحشائش والترسبات لزياده تدفق النهر. نعم. وبتعود بالنفع على الدول كلها، وايضا مشروعاتنا في جنوب السودان ومشروعاتنا مع كونغو الى اخره. رفع المستوى تنميه القدرات لابناء الشعب دول حوض النيل كلها، وبرضه التاكيد ان احنا نبدا بكل قوه في عوده مصر مره اخرى لكل دول حوض النيل. ويمكن دي بالنسبه للموضوعين اللي حضرتك يعني ذكرتيهم. طيب دكتور، يعني ايضا اليوم تم بحث السياسه المائيه المصريه واستراتيجيه تدبير احتياجات مصر من المياه مستقبلا. اهم المحاور سريعا في بالنسبه لهذه الاستراتيجيه، ما هي اهم المحاور؟ يمكن عندنا ثلاث محاور. المحور الاول وهو الحفاظ على نوعيه الميه من التلوث، ان احنا بنفقد جزء من المياه قد يعني حقيقة نتيجه التلوث غير قابلين لاستخدامها مره اخرى، فده احد المحاور ان احنا بنحافظ عليها التلوث. ويمكن ده يتمشى مع حمله انقاذ نهر النيل، وليس النيل فقط وانما النيل والترع والمصارف. ده محور احنا شغالين فيه بكل قوه حاليا. المحور الثاني هو تعظيم الاستفاده من نقطه الميه
من سواء ترشيد استخدامها ومنع زراعات الأرز المخالفة واتجاه إلى استخدام نظم الري الحديثة. وإحنا حقيقة بدينا في الوزارة في أكثر من محافظة إن شاء الله هنحول نظام الري بالغمر إلى نظام الري بالرش والتلهيب. نعم. طبعا إطلاع السيد الرئيس على هذه الخطط. المحور الثالث وهو زيادة موارد مصر التي تأتي من دول حوض النيل، وده يمكن اللي احنا تحدثنا فيه سابقا. نعم. طب سريعا جدا من فضلك دكتور حسام لوقت النشرة، يعني نود أن نعرف يعني ما يتعلق بوثيقة حماية النيل وما هو الجديد الذي سوف يترتب على إطلاق الحملة على مستوى الشعبي التي دعا إليها السيد الرئيس، وما هي آليات التي سوف تتيح تواصل المواطنين مع أجهزة الدولة المختلفة إذن؟ وحقيقة الوثيقة هي رمزية في شكلها ومعناها تدشين حملة إنقاذ نهر النيل وحمايته من التلوث. وطبعا مطلوب احنا جميع طوائف الشعب بتتوقع على هذه الحمله اللي بتعلن ان انا منضم لحمله انقاذ نهر النيل من التلوث ومن الردم او الاعتداء عليه. فتدشين هذه الحمله بتوقيع السيد الرئيس يعني تدينا حقيقه مسؤوليه اكثر ان احنا نتجه لازاله هذه التعديات. ومطلوب من كل مواطن مشاركه معانا في هذه الوثيقه بالتوقيع عليها، وطبعا احنا بنوزعها في المحافظات ووكاله الوزاره بتاعت راي. نعم. فنامل ان شاء الله اكبر مشاركه شعبيه ان شاء في الله. الحمله. نعم ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائيه والري، شكرا جزيلا لك.